طيب احنا معانا الدكتور احمد عبد العال رئيس هيئه الارصاد. اهلا بحضرتك يا فندم في بحر الورد. واحنا يعني يمكن كنا قرينا في بعض الصحف انه في تغيرات غريبه هتحدث الاسبوع ده، انه درجه الحراره قد تصل ل 31 درجه مئويه، ودي حر، وبعدين تنخفض تاني 10 درجات. هل ده حقيقي وليه بيحدث ده ممكن؟ صباح الخير على صباح الفل وعلى المشاهدين. طبعا في ارتفاع النهارده في درجات الحراره، وهو غدا ارتفاع اخر، لكن اللي مش طبيعي هو هذا الارتفاع. لكن يوم الاربعاء هنرجع ليه، المعدل الطبيعي مش زي ما قيل على الطبقات الوسط كمان انه صحيح، لا بالعكس انا هوصل لدرجه حراره جيده. يوم الاربعاء هي 20 درجه على القاهره، بعد ما توصل يوم الثلاثاء 31 درجه، اللي مش طبيعي هو 31 درجه. ده صيف. طبعا ده اللي مش طبيعي. لكن بكره ثاني يوم ده بكره الاربع اللي الثلاث ان شاء الله 31، الاربع توصل ل 20. طبعا الجو غير مستقر، ده هيبقى معاه امطار الاول. غدا هيبقى في نشاط رياح على اغلب انحاء الجمهوريه، في امطار ايضا على اغلب انحاء الجمهوريه. تزيد شده الامطار يوم الاربع ان شاء الله. الامطار دي ممكن تبقى رعديه على السواحل الشماليه والوادي البحري، قد تصل الى حد السيول على جنوب سيناء وتلاتة جبال البحر الاحمر وجنوب البلد. طب دكتور احمد، يعني تنصح بايه الناس اللي هي بتبقى مثلا عايشه اليوم بيومه؟ يعني لو احنا بنتكلم على بكره اليوم كده هيبقى صيفي لطيف، هل عادي الناس ممكن مثلا تمارس رياضه زي السباحه او تبتدي تعيش يوم صيفي يعني زي ما بنقول كده، ولا مش للدرجه دي؟ لا هو طبعا عشان ما ينفعش ان انا اعيش يوم صيفي وان انا اخف الملابس، وان يعني انا اخرج عادي، ولو بنزل البسين العادي بنزل يعني بخرج عادي، لكن ما بخففش الملابس لان ثاني يوم على طول درجه الحراره تنزل 11 درجه. صحيح طبعا كلمه هتنزل 11 درجه تخض تفتكر ان ثاني يوم هيبقى طبيعي، لا بالعكس ده ثاني يوم هيرجعنا للشتاء الطبيعي بتاعنا. اوكي، بس هو ايه بقى فكره الطبيعي؟ يعني عشان دي محتاجين نحط عليها خط وحركه. يمكن كنت ذكرت في تصريحات انه مصر بتشهد ظواهر مناخيه يمكن لاول مره بتحدث، خلينا نقول او ثلاث ظواهر تحديدا، يمكن ده شيء جديد على مناخنا بشكل عام. اكيد طبعا، يعني هي اولا عشان ترتفع درجه الحراره في فبراير، وان كانت السنه الماضيه في فبراير ايضا وصلت 33 على القاهره، فده طبعا مش طبيعي، وده انا بعتيه لاثر التغيرات المناخيه. نعم، طيب احنا بنشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتور احمد عبد العال رئيس هيئه الارصاد الجويه.